هلو اند ويلكم تو ماي شانل. اذا كنتوا عم تشوفوا قناتي لاول مره فانتوا عم تشوفوا قناه ميتا عبد الجليل. بنزل 3 فيديوهات اسبوعيا، سبت مواضيع خاصه بالميك اب، احد مواضيع متنوعه، ويوم الاربعاء مشتريات من الانترنت او حلقات ميتا ترايز. واليوم هو يوم السبت، معنى هيك يعني اكيد رح ننزل موضوع خاص بالميك اب. واليوم حبيت انزل موضوع يخص دمج الاي شادو، لان في كثير من الصبايا بيواجهوا هذه المشكله وانا كنت واحده منكم، فحبيت ان انا اسهل عليكم هذا الموضوع. سو بتمنى انه موضوع اليوم يعجبكم. اذا عجبكم ما تنسوا تعملوا لايك وشير للفيديو. اكيد اذا منكم مشتركين بقناتي بليز اشتركوا، فعلوا جرس الاشعارات لحتى توصلكم تنبيهات بكل الفيديوهات الجديده اللي بنزلها. تابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه فيا، تابعوا يومياتي على السناب شات، وما تنسوا تتابعوني على الانستغرام ميتا اندرسكور عبد الجليل. بنزل فيديوهين كتير حلوين اكيد رح يعجبوكم، خلطات وعناية بالبشرة وعناية بالشعر اسبوعيا. وهلا صار الوقت ان احنا نبلش بطريقة دمج الاي شادو بفيديو اليوم. نبلش اول شيء فراش المكياج. رح استخدم هيدي الانواع اللي انتم شايفينها. هلا نبلش باول فرشه، الفرشه اللي انتم شايفينها كبيره بتغطي مساحه كبيره، فبالتالي بستخدمها على الجفن العلوي كلياته لحتى احط باودر، او اذا حابين تحطوا لون على الجفن العلوي كلياته. تاني فرشة بتيجي فرشة دقيقة يعني صغيرة، بنستخدمها فقط لحتى نحط ألوان على أماكن دقيقة بالعين. ثالث فرشة هي فرشة دمج كبيرة، رح تلاقوا الفرشة مفروشة فبتوزع اللون بطريقة مثالية، فبنستخدمها عشان نحط اللون على الجفن الثابت أو لحتى نحط الألوان الانتقالية. الفرشة اللي بعدها هي فرشة نفس فرشة الدمج لكن أصغر بالحجم، فبالتالي بنستخدمها عشان نحط في مكان أصغر، نحط الألوان جوات الألوان الانتقالية اللي حطيناها في البداية. اما هون عندنا الفلات براش، فلات براش بتاخذ اللون بكثره، فبتلاقي ان تركيز اللون قوي عكس الفراش الخاصه بالدمج، رح تلاقوا ان اللون بتاخده بطريقه خفيفه، فبالتالي بنستخدم الفرشه اللي نحن شايفينها هون وقت ما بدنا نحط كميه كبيره من اللون. اختيار ظلال العيون، لازم لحتى نعمل الوان مدموجه بشكل مرتب تكون الالوان قريبه لبعض، ولما بنيجي بناخذ اللون بالفرشه بناخذ بس اللون بالطرف مش بكل الفرشه مثل ما انتم شايفين هون، هيك نحن عم نخسر الأشياء وما عم نستفيد منه. هلا اجى وقت التطبيق العملي. اول شيء طبعا للصبايا اللي مثلي، انا عندي كتير عروق عم تبين على جفني العلوي، لهيك بستخدم فاونديشن او كونسيلر. فيكم انتم ما تستخدموا على فكره برايمر، تستخدموا هيدي الخطوه مباشره ومن بعدها تاخذوا باودر وتثبتوا الفاونديشن اللي حطيتوه. هيدي خطوه كتير مهمه عشان لما تستخدموا الالوان الانتقاليه ما تبقى معكم. وهون شايفين عم بستخدم هيدي الدرجه الانتقاليه على الجفن الثابت، وباخذ الفرشه الاصغر باخذ لون اغمق وبحطه جوات اللون اللي حطيته في البدايه. دايما طريقة الدمج بتكون عن طريق الحركات الدائرية، ومن بعدها بروح وبرجع على اللون بحركة نفس حركة نص الدائرة. هلا رح اخذ فلات برش ورح احط اللون على الجزء الداخلي من العين، وبفرشة محددة رح ارسم الجفن السفلي، ومن بعدها رح احط الماسكارا. هلا رح ارسم الايلاينر صبايا معكم. هيدا الايلاينر شبيه للايلاينر اللي انا كنت عمليته بفيديو تفتيح الاماكن الحساسه اللي كلياتكم طلبتوا مني ان اعمل لكم فيديو عن لوك الايلاينر تبع العين. اللي انا عملته هو اني رسمت الايلاينر ورحت بعيد شويه، نزلت عن مدى العين اوكي عشان اعطي وسع زياده للعين، ورسمت خط تحت خط رموشي الطبيعي وفردته بالفرشه اللي هي فرشه محدده. هيدا هو لوك العيون اللي انا عملته، وركبت رموش على الزاويه الخارجيه فقط من العين، وهيدا هو اللوك النهائي مثل ما انتم شايفين. ان شاء الله عجبكم.
ثانك يو صبايا لمتابعتكم لهذا الفيديو. بليز اذا عجبكم ما تنسوا تعملوا لايك وشير، واكيد اذا ما انكم مشتركين قناتي لهلا شو ناطرين اشتركوا بسرعه، واكيد ما تنسوا تفعلوا الجرس اللي بجانب علامه الاشتراك لحتى توصلكم تنبيهات بكل فيديوهات تجديده اللي انا بنزلها. وتابعوني على كل مواقع التواصل الاجتماعي ما تنسوا، واكيد تابعوا يومياتي على سناب شات. انا كثير بحبكم، والكم مني هيدي بوسه.